أولا قبل كل شيء تنقدم لكم نفسي ربيعة أدراق، مستشارة جهوية في جهة سوس مسا، عضوة اللجنة الاقتصادية بالمجلس محترم. وفي إطار هذه المقابلة نبغي نتكلم لكم على التجربة ديالي خلال هذه الأربع أشهر من تسيير في المجلس جهة سوس مسا وكعضوة في هذه اللجنة الاقتصادية اللي تكلمت لكم عليها. يعني على مستوى شخصي كتجربة شخصية في يعني في مجلس جهة سوس مسا وكمنتخبة من حزب التجمع الوطني الأحرار، يعني كانت تجربة في الأول يعني منذ البداية إلى الآن يعني تجربة لها ما لها وعليها ما عليها، كيف مثل جميع التجارب يعني الشخصية عندها نقاط قوة وعندها نقاط اللي ممكن يتحسنوا مع يعني مع الوقت. أنا كيف تجربتي كانت أول تجربة، وبالنسبة لي أنا ربحت فيها بزاف ديال المسائل وأنا كنتعلم مازال في الطور ديال كنسقل يعني التجربة ديالي باش نقدر نكون نعطي إضافة للمرأة السياسية والمرأة الأمازيغية والمرأة التيزنيتية بالخصوص. يعني كيف ما كنقولوا احنا وصلنا لهذا يعني لهذا المنصب هذا بالنضالات ديال الجمعيات ديال المجتمع المدني اللي كيناضلوا على النساء وعلى حقوق النساء باش انها توصل المجالس المنتخبه. يعني ما جيناش هكذاك، يعني ما كانش عندنا عطاونا ان كادو، هذا الشيء جاب نضالات كبيره وكنعرفوها كاملين. وابخي احنا من بعد استسمح كنحسوا الان ان ولينا في المجالس فقط لتاتيت وتانيت هذه المجالس، وهذا يعني احنا ماشي هذا هو الهدف ديالنا. نهار قررنا ان نترشحوا وقررنا ان الصوره ديالنا تحط في الملصقات ومشينا عند الساكنه وكان عندنا معاهم واحد الالتزام اخلاقي والناس شكات علينا من قلبها وحنا سمعناهم من قلبنا وكان عندنا واحد الحرقه اننا نقدروا نحققوا لهم شي حاجه، ومازال غادي نقدروا نحققوا لهم بزاف ديال المسائل لاننا مازالين حنا في البدايه ديال المده ديال الانتخاب ديالنا. هذا اللي بغيت نقول، ان الاحزاب باقا شويه ضعيفه في هذا المجال هذا ديال المواكبه ديال النساء، وانهم يبينوهم يبرزوهم اكثر يقدروا يعطيو اكثر، لان المراه قادره انها تعطي في المجال السياسي وقادره انها تثبت الوجود ديالها وقادره انها تقود مشاريع وتقود افكار وتخرجها للحيز الوجود، فقط خاص تعطاها الفرصة المناسبة وتوضع فيها الثقة، وما تبقاش يعني نعطوها المسائل البسيطة السهلة لأنها امرأة ما تقدرش هادي، لأن عندنا يعني كل واحد خاصه بداية. حتى إذا كنت مبتدئة أنا نقدر نتعلم ونقدر نفوت هذاك الرجل اللي عنده مثلا 15 سنة ديال التجربة. أي حاجة عندها ان ديبي ديالها، الواحد ممكن أنه يعني بالتمرس وبال يعني بالدراسة التجربة الميدانية. يعني أربعة أشهر صراحة دازت حافلة باللقاءات والتواصل مع مختلف المصالح الخارجية اللي مسؤولة على مجموعة من القطاعات اللي عندها صلة بالاقتصاد في الجهة. كيف ما كنعرفوا كاملين جهة سوس مسا كانت كتحتل المرتبة الثانية من بين جهات المملكة، وكنتفاجئوا يعني في هذا مؤخرا أننا نقزنا مشينا تراجعنا يعني المستوى الخامس او اكثر من ذلك. يعني كاين بزاف ديال التساؤلات كنحاولوا من خلال الطرح ديالها والبحث عن حلول لهذه التساؤلات نفهموا شنو هو السبب ديال التاخر ديال الجهه ديالنا. ومني كنقولوا الجهه يعني حتى الاقاليم عرفت واحد الركود وعرفت واحد يعني واحد تراجع في التنميه ديالها من يعني ومن بينها اقليم تيزنيت حتى كذلك مدينه اكادير اللي في جميع القطاعات يعني الاقتصادية الناس كتعاني من يعني واحد الركود مهول، واحد يعني واحد الرواج اللي كانوا الساكنة كيحسوا به في السنوات الماضية اللي ما بقاش. مدن أصبحت يعني دي دوغتواغ، يعني الناس كتجي تما كتمتهن مهن بسيطة في غياب تام يعني قطاع الصناعة، يعني المهيكل الكبير اللي كيجلب عملة صعبة وكيجلب يد عاملة
مكونة وكفأة. يعني حنا في هذه اللقاءات هذو كنحاولوا نفكروا في واحد الاستراتيجية اقتصادية اللي ممكن تخرج الجهات ديالنا يعني من هذا الحيز ديال الموت البطيء إلى قدرنا نقولوا لواحد الحيز أكثر يعني تنافسية، باش تقدر مثلا تنافس الجهة ديال طنجة وتنافس الجهة ديال الدار البيضاء وكذلك مراكش تنسيفت وكذلك يعني جميع الجهات اللي سبقونا وكانوا فيهم يعني تطور كبير بزاف. وهذا الشيء يرجع لشي حاجة، يراجع يعني القوة ديال المجالس المنتخبة اللي كتمشي كترافع على يعني المشاريع وكتجيب مشاريع كبيرة، مشاريع السكك تي جي في اللي كاين في يعني في المنطقة الشمالية، مشاريع ديال يعني في قطاع السيارات او غير ذلك، في الفلاحة كذلك. يعني هذه المسائل كلها حاولنا اننا نشوفوا هذا يعني في هذا طيلة هذ 4 اشهر كنتلاقاو باستمرار مع المنتخبين ديال الجهة اللي كاينين في جميع الاحزاب اللي كتشكل يعني التركيبة ديال المجلس، وكنشوفوا مثلا حتى مع يعني الناس اللي كي مشرفين على القطاعات في الادارات الخاصة بها، يعني باش نحطوا واحد الرؤية متناسقة بين الفاعلين وحتى من جانب كذلك الناس اللي الفاعلين يعني الاقتصاديين في المدن، باش نشوفوا حتى هما شنو هما المشاكل اللي عندهم وكيفاش ممكن نجيبوا لهم حلول باش انهم يقدروا يحققوا انطلاقه جديده بالمشاريع ديالهم ويقدروا يكونوا يقدروا يتنافسوا بها على المستوى الوطني او الدولي لما لا.